ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض غرزة المثلث المقلوب بالمكرمية او وغرزة الغرزة الملفوفة. زي ما انتم شايفين كده، انا الغرزة المثلث المقلوبة دي بنعمل غرزة الغرزة المربعة عادية خالص، والغرزة المربعة زي ما كنت موضحة قبل كده في فيديو منفصل بنشتغل بأربع فتلات، بنشتغل بالفتلتين اللي على الجنب وبنثبت الفتلتين اللي في النص، بنشتغل عليهم زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، بنشتغل اهو على الفتلتين اللي في النص، ونشتغل مرة من الفتلة اليمين ومرة من الفتلة الشمال لحد بتكون معانا عقدة مربعة. الخطوة اللي بعد كده بنتجاهل اول اتنين، اول فتلتين معانا، وبناخد الفتلتين الباقيين مع فتلتين من الجزء اللي جنبها او الغرزة المربعة اللي جنبها، وبرضو بنعمل غرزة مربعة زي ما انتم شايفين، بنثبت الاتنين اللي في النص وبنشتغل عليهم، وبناخد الباقي من الغرزة المربعة اللي احنا اشتغلنا عليها، وبناخد من الغرزة الجديدة اللي جنبها اتنين فتلة برضو وبنشتغل عليه، وبرضو بنتجاهل اخر فتلتين ما بنشتغلش عليهم خالص. تمام. الدور اللي بعد كده برضو بنتجاهل اول فتلتين وبنشتغل في الاتنين اللي بعد كده، وبناخد اتنين من الغرزة اللي جنبها علشان يكون معانا المثلث المقلوب، وبرضو بنتجاهل اخر اتنين في السطر. زي ما انتم شايفين كده تكون معانا المثلث المقلوب. بعد كده هنشتغل الغرزة الملفوفة، بنشتغل في اول اتنين من الفتلة زي ما انتم شايفين، بنشتغل في اول واحدة من تحت وبنلف عليها الخيط زي ما انتم شايفين كده، بنلف الخيط من تحت ونبرمه كده لفوق شوية، وكل فتلة بنلفها مرتين، كل فتلة بنلفها مرتين لحد ما اوصل لنص الشغل من تحت، وبعدين ارجع اعيد نفس النظام بالفتلة التانية اللي انا سايباها، كل فتلة بشتغل عليها مرتين او بلفها مرتين. الجهة التانية برضو نفس النظام، بنفضل شغالين بنفس الطريقة لحد ما نوصل لنص الشغل، وبنقفل الفتلتين مع بعض من الجهة اليمين والجهة الشمال علشان نقفل على المثلث. اخر فتلة معانا، وبعدين هنربط الفتلتين الاساسيتين دول، هنربطهم في بعض علشان نقفل المثلث بيهم، ونعمل نفس الخطوة اللي احنا عملناها دي في الفتلة التانية اللي احنا الاتنين زي اللي هما اول اتنين تجاهلناهم خالص في الشغل من الاول خالص، هنعمل نفس الطريقة من هنا ومن هنا، وهيكون معانا المثلث بالشكل ده.